ساكنين عاد 18 هادي ما هادي ما هو معاهم في الدار هو معاهم وراجل هادي هو اللي لاح هذوك الدالات اللي عنده تما وكلشي وهي باش كنعطي الفلوس باش كيلوح الدالات كاين هادشي ولا ما كاينش راه قالت لي راه قالت لك تخدم هي 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 اللي خدامه هو راه نسيب الله يرحمه في هذا النهار تاع اليوم ما خدام رجع على الراحه هو على الراحه راه هادي هي اللي كتضرب تماره في الديور عاد صحاباتها حاليا كتخدم عندهم وهي اللي كتعطيه ما يصرف وهي اللي كتعطيه باش يخلص كل شيء دابا جاو عاد قالوا لها تعطينا الفلوس اللي عندك قال لك ما كتسالي والو كتسالي في الموتور كتسالي في دوك 4 المدريات هما ماشي مراد كيسولوا على 4 المدريات ماشي مهم راه هما عندهم مهم راه هو شي يقلب عليهم قال لي عاودي وري لي صحابو اللي كيخدم عندهم بالعود وريني الناس اللي كيبقى عندهم فلوس لا هذه كتمشي مع هذه البنايه هو ما عندوش 13 عام هذه 13